لساني يكون فيه أكيد نقائص ويكون فما ملاحظات، ولكن على الأقل بالنسبة للخطوط العريضة كما قلت فما وفاق بين كل الأحزاب اللي شاركت في هذا، ومهما كان أنا مفروض باش تكون هذيك هي القاعدة اللي عمل الحكومة القادمة مهما كانت تركيبتها ومهما كانت هيكلتها. شفتوا الأحزاب اللي عملت قدام في البرلمان كانت ممثلة شخصية رئيس الدولة، وبالتالي إذا كان مضينا على الوثيقة هذه اليوم غدوة لا أعتقد أن نشوفوا الإنسان يقول لا أنا مانيش موافق مع الكتلة بتاعي في المجلس مش تصوت على المشروع هذا، وبالتالي أعتقد أن الخلافات إذا كان مش تصير بالنسبة إلى حد ربما معقول بالنسبة لهيكلة الحكومة مهمة جدا بالنسبة لمعرفة الهيكلة بتاعها لما تقتضيه الوضع اليوم، وربما في تكوينها ومن سيكون فيها هذا ربما نشوف فيه صعوبات أكثر من البرنامج اللي وقع عليه الاتفاق، لأنه لا أعتقد أن الإنسان اليوم كرئيس حزب يمضي على هذا أن يتراجع في هذا وقتها على حقيقة كل المجهود اللي قام به وكل المبادرة اللي صارت ما يكونش عندها الأثر